مفاجأة كبرى حيث أثار قرار حكومة طاجيكستان بفرض قيود على ارتداء الحجاب صدمة في البلاد، خاصة مع كون غالبية سكانها مسلمين. فوفقا لآخر تعداد سكاني عام 2020، يبلغ عدد سكان طاجيكستان حوالي 10 ملايين نسمة، 96% منهم مسلمون. وقد فرضت حكومة طاجيكستان الواقعة في آسيا الوسطى قيودا على ارتداء الحجاب في أماكن عامة معينة، وذلك ضمن حزمة من 35 قانونا تهدف لتعزيز الهوية الوطنية ومنع الخرافات والتطرف. القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ في المجلس المحلي اللي هو البرلمان يوم الخميس الماضي يقيد ارتداء الملابس الأجنبية أو الدخيلة بما في ذلك الحجاب أو غطاء الرأس الذي ترتديه النساء المسلمات. وفي المقابل شجع مواطنو طاجيكستان على ارتداء الزي الوطني الطاجيكي، قائلا أنه يحافظ على هوية وثقافة البلاد على عكس الملابس الدخيلة. ومن المقرر أن يتم تغريم المخالفين للقانون الجديد، وتتراوح هذه الغرامات بين حوالي 700 يورو للمواطنين العاديين و4694 يورو للمسؤولين الحكوميين و5000 يورو لرجال الدين. وقد كانت حكومة الرئيس إمام علي رحمن تراقب ما تصفه بالتطرف منذ فترة طويلة، وفي عام 2015 تمكن الرئيس من إغلاق حزب التحرير الإسلامي بالكامل وتصنيفه كمنظمة إرهابية. وفي الوقت نفسه وجه انتباهه إلى ما وصفت حكومته بالتأثيرات المتطرفة بين المواطنين. وفي حين لا توجد قيود قانونية على اللحى في طاجيكستان، تشير تقارير متعددة إلى أن سلطات إنفاذ القانون قامت بحلق لحى الرجال قسرا، والذين اعتبرت أن لحاهم كثيفة، وهو ما ينظر إليه على أنه علامة محتملة على وجهات نظر دينية متطرفة لشخص ما. وأشار تقرير لجنة الشؤون الدينية في طاجيكستان عام 2017 إلى إغلاق 1938 مسجدا خلال سنة واحدة فقط، حيث تم تحويل تلك الأماكن إلى مقاهي ومراكز طبية كجزء من التدابير المتخذة. انتوا ايه رأيكم؟ شاركونا في التعليقات. وللعلم دكتور طارق حجي كان ليه مؤخرا تعليقات مثيرة، وتعالوا نشوف كان ايه من ضمنها. حيث كتب في 2 يوليو 2024 سؤال: أيهما أصعب، التخلص من حكم الإخوان أم من فكر الإخوان؟ الجواب: كلاهما صعب، ولكن الثاني أصعب، اللي هو إيه؟ اللي هو فكر الإخوان. أيضا كتب: عندما أعلن فوز محمد مرسي بمنصب رئيس مصر، قلت الإخوان لن يرحلوا في أي يوم، والحمد لله أنني كنت مخطئا. أيضا كان كتب مؤخرا: اليوم تبدأ الانتخابات البرلمانية الفرنسية وتستمر ليوم 7 يوليو، ولا شك أن هذه الانتخابات ستأخذ اليمين الفرنسي للأغلبية المطلقة في البرلمان. أيضا كتب قصة طريفة لها مدلولات عميقة. كتب إيه بقى؟ يحكى أن رجلا وجد أعرابيا عند بئر ماء، فلاحظ الرجل أن حمل البعير كبير، فسأل الأعرابي عن محتواه، فقال الأعرابي: كيس بيحتوي على المؤونة، والكيس المقابل يحتوي ترابا ليستقيم الوزن في الجهتين. يعني حاطط على الحمار من ناحية في المؤونة بتاعته، والناحية التانية على الحمار تراب في كيس عشان يوزن الكيس بتاع المؤونة. فقال الرجل: لما لا تستغني عن كيس التراب
وتنصف كيس المؤونة في الجهتين فتكون قد خففت الحمل على البعير. الراجل نصحه إن يستغنى عن كيس التراب ده هو وياخد كيس المؤونة ده يقسمه نصين، والنص الأولاني على اليمين الحمار والنص التاني على شماله. فقال الأعرابي: صدقت، وفعل ما أشار إليه. ثم عاد يسأله: هل أنت شيخ قبيلة ولا شيخ دين؟ فقال الرجل: لا هذا ولا ذاك، بل رجل من عامة الناس. فقال الأعرابي: قبحك الله، لا هذا ولا ذاك، ثم تشير علي. ثم أعاد حمولة البعير كما كانت. هكذا هم أغلب الناس، لا يهمهم الأفكار وإن كانت صائبة بقدر ما يهمهم الأشخاص والألقاب المصدرة لتلك الأفكار حتى وإن كانت خاطئة. تقديس بعض البشر والطاعة العمياء لكل أفكارهم وأعمالهم وأقوالهم هي سبب ضياع الأمة وتخلفها وانحطاطها. فالحر يدافع عن الفكرة مهما كان قائلها، والعبد يدافع عن الشخص مهما كانت فكرته. أيضا كتب مؤخرا من حوار سينشر خلال أيام: سؤال، ما هو تفسيرك لقوة ونفوذ اليمين في معظم الدول الأوروبية مثل إيطاليا وفرنسا؟ الجواب: توقعت حدوث ذلك منذ سنوات، وقلت يومها وأكرر اليوم أن هذه نتيجة طبيعية لما يمثله المهاجرون من تضاد قيمي وثقافي مع المجتمعات الأوروبية الغربية. يعني المهاجرون هم السبب الرئيسي في صعود اليمين المتطرف. أيضا كتب: أكبر جريمة في تاريخ الإنسانية هي ما فعله الذكور بالنساء عبر التاريخ، بتأييد من رجال الدين والمؤسسات الدينية، وبتأييد من الحكام والمؤسسات السياسية. أيضا كتب: فتح الكنائس والمساجد للطلاب للمذاكرة بصرف النظر عن دياناتهم عمل إنساني ووطني نبيل، ومن يرى فيه غير ذلك هو مريض نفسي ومسكون بالكراهية والتعصب وضيق الآفاق، ولو كان الأمر بيدي لوضعتهم في مصحات نفسية. أيضا بوست طريف بتاع شركة مصر للطيران بتعلن عن طائراتها الفايكونت الفاخرة المجهزة بالرادار، والأسعار للحج 57 جنيه، والحج والزيارة 75 جنيه بخلاف الرسوم. طبعا الأسعار بقت 1000 ضعف ويمكن كمان أكتر دلوقتي. أيضا نشر صورة ماكرون الرئيس الفرنسي وماري لوبان المعارضة بتاعت اليمين المتطرف، وكتب: قرأت خلال الأسبوع الأخير الكثير من المقالات، معظمها بغير اللغة العربية، عن الانتخابات البرلمانية التي ستجرى خلال أيام، وكانت صور هذه المقالات في ملف كتبت عنه هذه الكلمات: كما توقعت منذ سنوات، فاليمين الفرنسي يتجه بثبات تجاه النصر، ويوم يحدث ذلك فعلى اليمين الفرنسي أن يشكر المهاجرين الإسلاميين، فهم أول أسباب وصول اليمين الفرنسي للأغلبية في البرلمان. الدكتور خالد منتصر علق على موضوع فتح الكنائس لأبوابها لأبناء وطلبة الثانوية العامة عشان يذاكروا فيها، ونشر البوست دهوت بتاع محمد مصطفى سليمان. كتب فيه محمد مصطفى سليمان: تحذير موجه لبناتنا. نشرت الصحف المصرية خبر حول أكثر من 30 كنيسة في القاهرة واسكندرية قامت بفتح أبوابها تحت زعم مساعدة طالبات الثانوي على المذاكرة وقت انقطاع التيار الكهربي، مع توفير الشاي والنسكافيه والمياه المثلجة مجانا.
أحذر بناتنا من الذهاب إلى الكنائس بأي شكل من الأشكال، لأن هناك دراسات ستخضعين لها بهدف الوقوف على ثغرة عندك يمكن من خلالها اللعب على دينك، فاحذري. وإذا كان هناك أي سؤال أو استفسار يمكن التواصل من خلال الواتساب والهاتف وبريد الماسنجر. أبو جاسر محمد مصطفى، مؤسس علم مقاومة التنصير، مدير المركز الثقافي الإسلامي لدراسة الأديان والمذاهب الوضعية، وحط الهاتف بتاعه والواتساب. فالدكتور خالد منتصر رد بقى على البوست دهوت وكتب: كنايس فتحت بابها لطلبة وطالبات الثانوي يذاكروا في ظل أزمة النور والكهرباء، حاجة يشكروا عليها، لكن احنا طبعا لا، احنا ملوك الأوفر والأرتكارية الدينية، قلبوها سماسرة الدين وضحايا العصاب الطائفي، إلى أن الكنائس دي عايزة تنصر البنات بالذات، وبيشربوهم حاجة أصفرة في الشاي تخليهم يرسموا الصليب وهم بيذاكروا، وهينوموهم مغناطيسي بحيث أن البنت تخرج من الكنيسة ترقص في الشارع وهي بتقول هللويا مجدا للرب. أما النسكافيه فمعروف أنهم بيحطوا فيه لحم خنزير يخليهم بعد ما بيشربوه بيطلبوا التعميد. يا جماعة بطلوها بقى. الكلام ده هوت كان في 26 يونيو 2024. انتوا ايه رأيكم؟ شاركونا في التعليقات. طبعا كان لي برضو تعليقات مثيرة كتير، منها البوست ده هوت: انا شايف مدام المشايخ مهتمين بزي المرأة للدرجه دي، نعمل كلية ونسميها كلية ابن تيمية لتصميم الأزياء ووصول الباترون الشرعي، والطالب يستتاب فيها 3 سنين ثم يقتل. أيضا نشر البوست دهوت بتاع محمود سعد لما قال: تمنيت سقوط طائرتي في السعودية. المرة الوحيدة اللي تمنيت فيها سقوط طائرة كنت أنا على متنها، كنت رايح من المدينة لمكة محرم وصايم، وفي يوم 26 رمضان، يعني لسه خارج من عند سيدك النبي ورايح الكعبة، فقلت ياه لو الطيارة تقع وموت شهيد، بس ما وقعتش. والمصدر قناته على اليوتيوب، قناة محمود سعد يعني. فالدكتور خالد منتصر علق على البوست دهوت وكتب: عرفتم ثقافة الموت اللي خلت 600 حج يروحوا درجة حرارة 50 جاية منين؟ الثقافة اللي خلتهم يتساقطوا في الشوارع بعد رحلة سير وتوهان 50 كيلو، لمجرد ان كل واحد فيهم عايز يموت شهيد زي محمود سعد ما بيقول وبيتمنى، بس المهم يموت هناك وخلاص. يا جماعة شجعوا ثقافة الحياة والعمل والعلم، وبطلوا دروشة وتغييب للناس، شجعوا الدين الضمير مش الدين الطقوس، شجعوا الناس تكمل حياتها في فرح وبهجة مش في كآبة وغيبوبة. وفي النهاية كفاية تجارة بالدين، تعبتونا سواء لابسين عمايم وجبة وقفطان أو لابسين جنس وتيشيرتات. أيضا نشر البوست دهوت اللي نشره موقع صدى البلد، وكان فيه بيقول أيمن الرمادي مدرب سيراميكا كليوباترا: المغرب بيقدم 8 و10 في اسكندرية، ليه نبدأ الشوط الثاني قبل المغرب ما يقدم بدقيقتين؟ ايه ذنب الناس انها ما تصليش المغرب؟ ما تلعب الساعة 7:30 بدل الساعة 7، والعب الساعة 5:30 بدل الساعة 4، ايه المانع؟
فالدكتور خالد منتصر علق على كلام أيمن الرمادي وكتب: مصر مصابة بوباء التدرويش اللا إرادي. وأيضا حط مثل تاني لكلامه محمد نصر، كان كتب: اللي عمله حكم ماتش الداخلية وزد في بترو سبورت وأنا مخرج المباراة وشفت إنه خلى اللعيبة تصلي المغرب ويأخر نزولهم الشوط التاني، يا ريت نشوفه في كل الماتشات. لقطة جميلة وسط عك كروي لا مثيل له. فالدكتور خالد منتصر علق على الكلام ده هو وكتب: المزايدة السلفية مش هتقف. أيضا نشر بوستات للصفحة الرسمية للدكتور الصادق اللي بيعرف نفسه بأنه من أشهر الدكاترة في السودان في الختان، وبيعلن عن نفسه وبيحط تليفوناته، وعلق الدكتور خالد منتصر على الموضوع ده هوت وكتب: الختان جريمة بربرية، وأبشع صوره هو ما يسمى بالختان الفرعوني أو السوداني، والذي تبتر فيه إلى جانب البزر الشفرتين، وفي بعض الأحوال تجري خياطة لتلك المنطقة وترق فتحة صغيرة تسمح بالتبول. ونحن ما صدقنا حصرنا الظاهرة في مصر بالقوانين المغلظة ورفع نسبة الوعي والتحذير والكتابة المستمرة عن خطورة الظاهرة ومحاربة محاولات تطبيب تلك الجريمة تحت أي مسمى مزيف، طهارة أو غيره، وبدون تبرير لاقتطاع أي جزء حتى ولو ربع مليمتر تحت مسمى التجميل أو غيره من لافتات الدجل والنصب والتخاريف. لكن أن يأتي طبيب سوداني إلى مصر حاملا معه هذا الفكر المتخلف الإجرامي ويدعو بهذا الإعلان المستفز لاستعداده لإجراء الختان في البيوت، فهذا شيء مرفوض، وأنا شخصيا أقدم فيه بلاغا من خلال صفحتي لوزارة الداخلية وللنيابة وللدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة. أحترم الشعب السوداني ولي فيه أصدقاء كثيرون داخل السودان وخارجه، وأعرف أنهم يحاربون الظاهرة مثلي، فلنحافظ على بناتنا سواء في مصر أو في السودان من تلك المجازر الوحشية. أيضا نشر بوست بتاع واحدة اسمها سارة فهمي، كانت نشرت بوستات بينها وبين الدكتور دهوت على الواتساب بتقول له: السلام عليكم دكتور الصادق. فهو قال لها: وعليكم السلام، أيوة اتفضلي. قالت له: محتاجة أعمل ختان لبنتي، كم التكلفة إذا عملتها بالبيت؟ أنا مقيمة بفيصل. فهو قال لها: 3000. وقالت له: البنت عمرها 5 سنوات، فهل عمرها مناسب؟ فالدكتور قال لها: أيوة عادي. فعلقت بقى على الكلام ده هوت، قالت: بمناسبة البوست اللي فات بتاع الرجل السوداني اللي بيعمل عمليات ختان في البيت، بعت له رسالة على الواتساب عشان أتأكد من اللي في بالي، وطلع فعلا بيعمل ختان للبنات في البيت. من فضلكم دعم للموضوع عشان المجرم ده يتقبض عليه ويترحل.